أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. ويقول المولى عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة الأربع لمالها وجمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاصفر بذات الدين طربت يداك. صدقت سيدي أبا القاسم سيدي يا رسول الله، يا من سجد بين يديه الجمل واهتز من تحت قدميه الجبل وسلمت عليه الحمامة والغزالة ونسج له العنكبوت بخيط السلامة وقالت له الناقة: اشهد انك محمد رسول الله، سلامي على من قال للناقة اشهدي اني رسول الله، قالت له: نعم. سلامي على من قالت له قطعة اللحم: يا رسول الله لا تأكلني فاني مسمومة. سلامي على الممدوح في طه وياسين والضحى والنون والقلم. سلامي على خاتم المرسلين وسيد الانبياء اجمعين صلوا عليه. سلامي على من كان في عطفه لليتامى دفاع، حن قلبي فاض شوقا الي، ليس ارجو سوى شربة من يدي، للسماء ارتقى فاتى بالنقاء. سلامي على من عفا يوم الفتح الاكبر فتح مكة، فقال: اذهبوا فانتم الطلقاء. كان قمرا منيرا كانت تسعده بسمة البسطاء، سيد في الكرم قمة في العطاء، صلوا على الحبيب الهادي المختار. لا تبكي على الدنيا ولا تبكي على الماضي ولا تتلهف على المستقبل لئلا يضيع منك الحاضر. الدنيا مسألة حسابية، اجعل فيها الحب والوفاء وانزع منها سفك الدماء، واعتمد فيها على رب الارض والسماء. الدنيا ساعة اجعلها طاعة، ولا تبكي على ثمن ضاع العمر فيه، بل ابكي على صاحب خاب الظن فيه. ولا تعتمد على الحب فانه شيء نادر، ولا تعتمد على الزمان فانه في يوم غادر، ولا تعتمد على الصاحب فانه في يوم فاجر، لكن اعتمد على مولاك فانه على كل شيء قادر. واصلي واسلم على رمز الكمال وكمال الوجود، الرحمة المهداة والنعمة المزداة، محمد ابن عبد الله. فصلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم سيدي يا رسول الله. والله لو صاحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قاله ومن قيل. قد قيل على الله أشياء مدبجة تتلى، إذ يرتل القرآن ترتيلا. قيل بأن له ولدا وصاحبة، جورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذه مقالتهم في الله خالقهم، ف
فكيف ما قيل فينا بعض ما قيل. أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول، وأن ألاقي كتابي باليمين، وأن أدخل الجنة مع الرسول صلى عليه. وما عصيت وما كفرت، ولكن أمنت بالله، ولكن أمنت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أيها الجمع الطيب المبارك، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في هذا العرس القرآني الكبير أن يجمعنا مع سيد الدعاء المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأحييكم بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمته وبركاته. أسعد بحضراتكم من أسرة المذيعين الإعلامي حامد محمد علي، والمقيم بمركز ومدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية، من هذا الصرح القرآني الكبير وهذا الفرح القرآني الكبير، فرحة أستاذي وحبيبي الأستاذ فتحي محمد الزهيري. جئنا مشاطرة الفرح الكبير وهذا الفرح القرآني الكبير الأستاذ عزة الزهيري، وهذا الفرح القرآني الكبير إهداء لشهداء جمهورية مصر العربية، وخاصة شهداء تيرا مركز ومدينة نبروه بمحافظة الدقهلية. أيها الجمع الطيب المبارك، دقيقة حداد لشهداء جمهورية مصر العربية. اللهم اغفر لهم وارحمهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم وجاف الارض عن جنبيهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم امين يا رب العالمين. جئنا مشاطرة عائلات الزهري لهذا الصرح القرآني الكبير الأستاذ عزة الزهيري بصحبة المعلم محمد الحداد. تهنئة خاصة من الحاج محمد علام والأسرة الكريمة بتهنئة الفرح المبارك. وحضر معنا علم من أعلام قراء جمهورية مصر العربية. حقا القارئ الذي كلما سمعتموه حسبتموه يخشى الله، سفيرا لقراء الدول الإسلامية، والذي سافر العديد من الدول الإسلامية 43 دولة لقراءة القرآن، فضيلة القارئ المتمكن والبارع دائما عبر الشاشات الفضائية المصرية وعبر الإذاعة المصرية، والذي سنستمع له غدا في قرآن الفجر بإذن الله تعالى، فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر حرق، القارئ والمقيم بالقاهرة جمهورية مصر العربية. صوت يدوي في الأذن كدوي النحل في الخلية، صنع لنفسه رداء خاص في سماء دولة التلاوة. وحضر معنا علم من أعلام القراء والابتهالات الدينية المتمكن والبارع عبر الإذاعة المصرية، فضيلة القارئ والمبتهل شعبان عبد الجيد. يا مصر قومي واسمع القرآن، فإن ليالينا تجلجل الوجدان. يا مصر قومي واسمع القرآن، فإن ليالي طيرة تجلجل الوجدان.
بصوت القارئ المتمكن والبارع والمتميز دائما عبر الإذاعة المصرية عبد الناصر حرق يجلجل الآذان وكأن الملائكة حافين من حوله يسمعون القرآن. حماك الله يا خير قارئ سمعك العندليب فغردا. يا أمة محمد هيا بسماع القرآن جدد الإيمان. آيات بينات يتلوها علينا بلبل وكروان الوطن العربي وكروان الإذاعة المصرية فضيلة القارئ الشيخ المؤدب الخلوق عبد الناصر حرق يتفضل مشكورا. بسم الله توكلت على الله. بسم الله توكلت. الفاتحة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يبارك في هذا الحفل الكريم وأن يبارك في هذا الزواج المبارك. ونسأل الله عز وجل ونقول كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. اللهم أمين اللهم أمين. وعبال عندكم في المسارات إن شاء الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. 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 الحمد لله رب العالمين.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله. محمد رسول الله. محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي أرسل رسوله بالهدى
كفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا محمد رسول محمد رسول الله. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار Thank you.
وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا العفو العفو من ورا اللي فيها يا اخي. واتقوا الله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الله أكبر. يا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. واتقوا الله. واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. احنا في فرح مش في العبرة دلوقتي، احنا في الفرح دلوقتي في فرح وسعاد الناس. يبقى لازمتي ايه بقى العبرة دي؟ لازمتي ايه في ذلك العبرة؟ معلش معلش هو يا مسعود كل ده كل مكان ولما عليك عليك يا فلان. واتقوا الله.
اتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وسلم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. نعم ردت إليك إن شاء الله. والله غفور رحيم. والله غفور رحيم. Thank you.
يا أيها الذين آمنوا فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله رسول الله. الله واعلموا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه
اقتتنوا فأصلحوا بينهما. طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. بعد ما عندك بعد ما عندك عليك حبيب الله قبولنا على الله يا نورة بكم يا غش نورة بكم يا أخي منورة باللي فيها ربنا يبارك فيكم يا رب ودايرة نبروك خاصة وقرية يجعل أيمن أيامكم معروف بالأفراح دائما عميرة اللهم أمين. يا مرحبا أهلا وسهلا فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى فإن فاءت فأصبحت
أصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا بالعدل وأقسطوا بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا واتقوا الله لعلكم ترحمون إنما المؤمنون
فاتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم على نساء من نساء إن عسى وَسَأَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن ولا تجسسوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله. حبيبي العفو يا سيدي العفو 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 يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا الكثير.
عيني. حاضر 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 صلى الله عليه وسلم. حاضر حاضر واتقوا الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم. حاضر حاضر صلى الله عليه وسلم. يا بعض الظن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى خلقناكم ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا عريسنا يا جماعة ابننا الشيخ فتحي الأستاذ فتحي العريس عايزين ندعي له دعوة إن ربنا يكرمنا وإياه إن شاء الله كده يا رب ويجعل دايما أيامكم أفراح ومسرات. اللهم آمين يا رب العالمين. وندعو له كما علمنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. قولوا جميعا اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. زواج مبارك إن شاء الله. زواج مبارك شفت وبال عندكم جميعا إن شاء الله في المسرات. الله أكبر. الرفاء والبنين
وأن يرزقهم الله عز وجل الذرية الصالحة، اللهم آمين. حاضر حاضر. يا أيها الناس، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. يا أيها الناس، يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، الله عليم خبير.